أطلت قناة الوسطى من الذيد على متابعيها في دورة برامجية مميزة لله الحمد، تضم ما يقارب 23 برنامجا، منها مجموعة طيبة من البرامج الجديدة بالإضافة إلى البرامج المتجددة، كذلك إلى جانب مجموعة من المسلسلات الخليجية والبدوية كذلك. أتت انطلاق قناة الوسطى من الذيد في شهر سبتمبر تزامنا مع مرور 6 أعوام على انطلاق أول بث لقناة الوسطى من الذيد.